الفرق جاهزه باي دقيقه باي امكانيه باي نقطه خلينا نقول من المحافظات وبغداد تحديدا؟ شكرا لحضرتك. الحمد لله هذا الموضوع الكل يعرف بانه الدفاع المدني هو المستجيب الاول لكل الحوادث بصرف النظر عن ماهيه هذا الحادث. على هذا الاساس اوجبت الضروره بان يكون الدفاع المدني على اهبه الاستعداد على مدى 24 ساعه. مطلوب منا ان نكون رغم العقبات الكؤود التي تعترضنا في الشارع وفي محلات الحوادث، مطلوب منا ان نكون في التوقيت المناسب نتدخل في هذه الحوادث. العامل الزمن عامل مهم جدا، لذلك فرقنا يعني الوقت القياسي العالمي من 7 إلى 9 دقائق. احنا رغم اختلاف الواقع في الشارع العراقي الاكتظاظ وغيره نصل دائما بالوقت المناسب وربما اقل من هذه الحدود. طيب برايك يعني سابقا احنا كنا من يصير حريق نتفاجئ صار وتناول الناس بالكلام وكذا، برايك بهذه الظروف اللي نمر بها حاليا هل تحولت الحرائق الى ظاهره معتاده في البلاد لكثرتها؟ الظاهره بمعنى التكرار والتكرار واقع الحقيقه. كل ما استشرت المخالفه كلما ازدادت فرص واحتمالات حصول الحوادث. واحد آذار المنصرم كان اليوم العالم للدفاع المدني، شرفنا مع السيد وزير الداخليه المحترم للمديريه وتحدث في حديث اثنى كثيرا فيه على رجال الدفاع المدني واستعرض انجازاتهم، منها بانه قاموا خلال العام المنصرم باخماد 34 ألف حريق. كبير ظاهره. نعم هذه ظاهره سيادتي، ظاهره واؤيد. وهناك خشيه لدينا كجهاز مختص وكاخوان ساندين معنا بانه ربما العدد يزيد، ربما يزداد العدد طالما استشرت المخالفه وطالبت المخالفه. هي هذه النقطه، اريد اروح على اسبابها ومخالفاتها، يعني هذا ياخذنا